بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائي في كل مكان، لكم مني تحية طيبة. معايا النهاردة نبات من أجمل النباتات على الإطلاق في تزيين المنازل، اللي هو التزيين الداخلي. النبات ده يعني مش عشان جمال أوراقه بس، أو فقط جمال أوراقه بس، لا، ده بيزرع لأهميته الكبيرة جدا، لأنه طبعا بينقي الجو داخل البيت من الحاجات الضارة، زي مركبات الفورمالدهايد، وزي مركبات البنزين اللي بتكون في الهواء، وزي مركب ثلاثي الكلور بيخلص الهواء منها نهائيا، وخد يعطيك أكسجين نقي 100%، سواء كان داخل مكتب أو داخل غرفة أو داخل صالة، يعني أو في القاعات. يعني ده مهم جدا جدا جدا، اللي هو نبات البوتس. طبعا النبات البوتس دوت نبات من النباتات الزينة المعمرة، هو أصله استوائي، يعني بيحب درجات الحرارة العالية من 18 ل 30 درجة مئوية، يعني ما يحبش البرودة يعني، ولا يحب الحرارة العالية، بيحب الرطوبة العالية. والنبات ده من أجمل نباتات الزينة على الإطلاق. ده بنزرعه داخل المنزل عشان أوراقه اللي هي المبرقشة، اللي هي بتدينا اللون الأخضر، أو اللون الأخضر مع اللون الأصفر، أو اللون الأصفر واللون الأبيض مع اللون الأخضر، بيدينا ألوان مزركشة أو مبرقشة. دي اللي هو نبات اللي هو البوتس. النبات البوتس ممكن تحطه تعمل له حاجات زي تزيين داخلي داخل الصالونات وداخل المكاتب وخلفيتها، وممكن تستخدمه كايه، كأثبتة معلقة، بيجي كده زي حاجات احبال بلاستيك او خيط عادي، ويتعلق في السقف وبيسموها أثبتة معلقة. ممكن هو اساسا برضو بيطلع نبات بدعامات كده في السقان اللي هي الجانبية دي، بيبقى فيها اللي هي زي دعامات بتتسلق على الحوائط وعلى الخيط، وتطلع بتتلف على إطار البراويز والصور أو اللوحات الكبيرة، عشان بيدي جمال للمكان نفسه. ممكن بيتزرع وبتحط جوه القصيص بتاعه حاجه زي دعامه كده مصنوعه من ليف النخيل، وبيتندى بالماء اللي هي الرطوبه، يعني على اساس ان هي الجذور والدعامات بتاعته اللي هي الجذور الهوائيه دي بتبدا تتقرب من اللي هي الدعامات ديت، وبتبدا تمص الرطوبه وبتبدا تطلع وتتسلق عليها. النبات ده من افضل النباتات على الاطلاق، وما بيكلفش، يعني حضرتك ممكن تشتري نبات او اتنين من اقرب مشتل او من اي مكان بيتباع في السوق، لان النبات ده شاريه يعني اخره من 10 جنيه، لو وصل لحد البيت هيوصل 15 جنيه بيجيبه، والواحد بيكسر منه، ممكن يعمل منه مزرعه داخل البيت، وبيتكسر بطريقه جميله وما فيهاش فيها اي مشاكل نهائي. النبات دوت بتشتريه زي ما اتفقنا ب 10 او 15 جنيه، او على حسب يعني قوه النبات. وانا كنت شاري دولت صراحه النبات منهم ب 15 جنيه، الواحد من ده ب 15 جنيه. جبت النباتين دولت اساسا عندي هم، جبتهم وكسرتهم عندي، النبات دوت والنبات دوت، واخدت منهم عملت منهم تكاثر اهو، النبات اهو، وادي نبات تاني اهو، وده ادي نبات تالت اهو، ده النبات الثالث، وادي النبات الرابع. وهعمل لحضراتكم فيديوهات واقول لحضراتكم ازاي بيتكسر هذا النبات. طبعا له يعني طرق كتيره في التكاثر، بيتكسر بالترقيد، وبيتكسر بالعقل الطرفيه، وبيتكسر بالعقل اللي هي الورقيه، يعني الورقه بيكون معاها عقله واحده كده، ممكن بيعمل له تجزير في الميه في احواض او في يعني اكواب بها ماء، وبعدين بتتركه فتره من 3 ل 4 اسابيع عشان يتجزر، وبعد كده بتنقله في التربه المستديمه. فنصيحه يعني اي حد يعني حابب النبات دوت، النبات ده طبعا بيدي طاقه ايجابيه في البيت، وبيدي راحه للنفس وراحه للعين، يعني بصراحه يعني بيدي منظر، يعني بيشيل الكآبه والحزن من البيت، بيخلي فيه سعاده
بيخلي فيه طاقة إيجابية في البيت كبيرة جدا، هتحس بيها لما تزرعه وتزين بيها الطرقات أو السلالم أو أي مكان، لأنه طبعا مكان بيحب ما بيحبش الضوء الشمس المباشر، بيحب يعني بيعيش في الظل، بس يكون فيه ضوء يعني غير مباشر، يعني ما يكونش ضوء شمس مباشر. وممكن الإضاءة الصناعية برضو بتنفع هذا النبات وبتنجح مع هذا النبات. فنصيحة أي حد يعني ممكن يشتري النبات دوت من أي مكان قريب ليه، من مشتل أو من في ناس بتبيع برضو في الأسواق العامة، بيطلعوا بالسيارات كده بيطلعوا بيبيعوا النباتات ده، اسمه نبات الايه البوتس. له مسميات في الدول العربية برضو، مسميات تانية، الأوراق طبعا بتبقى قلبية بيسموها يعني أوراق بسيطة قلبية. ممكن النبات ده بيوصل ارتفاعه ممكن لحد 20 متر، والقطر بتاعه بيوصل من 3 إلى 5 سنتي، يعني ممكن بتزرعه ممكن لو في أسفل البيت من تحت في عند المدخل البيت ممكن يطلع لك على السلم لحد ثالث ورابع دور على خيط او على اي حاجة انت عايز حضرتك تربيها عليه. طبعا بينجح جوه البيت وفي داخل البيت يعني، بس يكون بعيد عن ضوء الشمس المباشر وبيعوز خدمة. الخدمة دي يعني من فترة التانية من الري وتسميد وخلافه، وبيحب البيئة الخفيفة يعني بيئة البطمس مع الرمل. افرض ما عندكش بطمس يعني ممكن يبقى عندك اي بيئة متحللة في البيت من بقايا نباتات بتحط عليها رملة زي ما انا عامل كده، ما يعني اللي عامله دوت ما هوش بطمس، يعني عامل البيت كده رملة مع تربة عندي، ده ما هوش في بطمس والله، ده في عبارة عن رمل مع شوية تربة طينية كده مع شوية نباتات بقى نباتات متحللة وعملتهم وزرعت منهم أربع نباتات. على فكرة ممكن تطلع منهم يعني كمان أربع نباتات وبتطلع وبتكسر بطريقة جميلة وكثيفة جدا إن شاء الله. ده موضوع النهاردة، يعني رجاء يكون فيه إفادة، ويعني إحنا زي ما قلنا بنفيد ونعلم ونتعلم. إحنا كزراعين بنحب الحاجات اللي هي الحاجات الحلوة دي، ازرعوه في البيت هتحسوا بالراحة والطاقة الإيجابية في البيت. تحياتي وتسليماتي لكم، ودمتم في رعاية الله وأمني. حضراتكم ما تنسناش باللايك والمشاركة علشان القناة تكبر بيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.